هنا عن المايسترو سعيد بالقاضي، وأنا أقول أن الحكم والجمهور دائما تصفيقات. حر على جميع المو. أكيد أن عوالم السماء والمدي حلقنا نحوها بشكل كبير سعيد بالقاضي والجمعية، أعادت الروح اليوم والدينامية للسماء الصوفي والمديح النبوي، والذي أصبح يلاقي في الحقيقة نسبة كبيرة من المتابعات واهتماما كبيرا في مختلف الأوساط الجماهيرية وفي مختلف الفئات العمرية. حقيقة هذا الحفل هذا أظهر أن العائلات الطنجاوية والعائلات التي حجت إلينا بكثافة لا زالت مرتبطة بفنها ومرتبطة بالفن الجمالي الراقي، موسيقى الآلة والسماع الصوفي. هذا العالم الذي هو عالم راقي مليء بالمعاني وبالكنوز اللفظية والمعنوية، فالحمد لله لا زال هناك الخير. فنشكر هذه الأشخاص، هذه المؤسسة التي تعمل بجدية من أجل إحياء هذا التراث ومن أجل إحياء الفكر والعلم في هذه المدينة عن طريق مجموعة من الندوات وهذه الملتقيات الفنية، هي ثمرة أينعت. فنشكرهم ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. والذي يميز رمضانية طنجة هو التتبع المكثف والهائل ديال الجماهير بمدينة طنجة. ما كاينش شي سهرة اللي عملناها وما كانتش القاعة عامرة عن آخرها، ما كاينش شي برنامج اللي عملناه ثقافي أو حضرة الفكر أو دويرة في المدينة أو الشعر ما كانش فيها الحضور الجماهيري من الذواقة ديال هاد الأنشطة هادي. راضي كل الرضا على هذا النجاح ديال هذه الرمضانية الثلاثة اللي رفعنا فيها الإيقاع، وكانت متميزة على الأولى والثانية، والحمد لله دورة بعد أخرى كتزيد الثقل علينا، لأن ليس الصعب من السهل أن تصعد إلى القمة ولكن من الصعب أن تحافظ عليها، وهو الشعار ديالنا. اللجنة منظمة الحمد لله سهرت الليالي باش تنجح هذا المنتوج هذا. كنشكر الصحافة والإعلام على الدعم ديالهم، كنشكر كل المتعاونين، كنشكر الشركاء في شخص المديريه الجهويه قطاع الشباب، مديريه الثقافه، جماعه طنجه وكل الداعمين لهذا البرنامج هذا، لان البرنامج ليس شخصي، هو برنامج لمدينه طنجه ومن اجل اشعاع مدينه طنجه. اذا كاين واحد مجموعه ديال الربح اللي ربحته مدينه طنجه والرهانات اللي ربحتها مدينه طنجه، اللي خصنا حنا نستثمروها كفاعلين ديال المجتمع المدني وكسياسيين وكنشطاء ولا كجمعيات من اجل الحفاظ على مكانه طنجه المرموقه، لان طنجه مليئه بالمثقفين، لها تاريخها لها حضارتها وتعتبر بوابه افريقيا نحو اوروبا. اذا الرياضه هي ايضا حاضره
كيف ما قلت ليس فقط الموسيقى والطرب أشرف، وإنما أيضا الرياضة لما لها من دور في النهوض بمدينتنا بعروس الشمال. هي فرصة لنتمنى كل التوفيق لاتحاد طنجة لكرة القدم واتحاد طنجة لكرة السلة، أكيد اللذان يمثلان مدينة طنجة أصدق تمثيل. تحية لاتحاد طنجة دائما. اليوم تم الدعوة ديالي للحضور رمضانيات طنجة الكبرى، ومن خلال تم التكريم ديالي بصفة رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة وأحد أبناء مدينة طنجة البررة من طرف الإخوان المنظمين والساهرين على هاد الرمضانيات. كنشكرهم بزاف من هاد المنبر وهاد النجاح اللي عملوه، ونتمنى ان شاء الله حنا بصفتنا كناهضين برياضه كره السله اننا هاد السنه حنا نهزوا مدينه طنجه ونفرحوها بالالقاب وبنتائج اللي تكرم هاد المدينه الكبيره والعزيزه على قلوبنا.